عبارة عن مسك، عبارة عن مسك، لعبة الركنية بالراس، الله الثالث. ثلاثة بيسجل الثالث من رأسية من إيغو روسي، ما كان مع أحد وبيحتفل بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى تقريبا أو الثانية من الشوط الثاني. 3-1 للفريق الفيصلاوي. فاجأ الفيصلي واحد. شوف طلع في كورة ودخل بالراس ومن زاوية ستة اللي كان واقف فيها عبيد السالك ويسجل الهدف الثالث. 3-1 لسه في بعض الجمهور ما جاء للمدرجات، لسه حتى اللي في المنصة لسه ما جو أبدا. هذا الهدف 3-1